مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلا لقمة الباشا التركية. عنا كوبين حليب، نص كوب طحين، نص كوب سكر، 300 ملي كريمة سائلة، فستق حلبي، جوز الهند، ملعقة صغيرة مزهر، ملعقة صغيرة زبدة، وبدي استعمل كمان ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السكر فوق الحليب، كمان الطحين، بحركهم هلا، بحركهم تحريك مستمر على الغاز. بس اشتد المزيج بهذا الشكل، هلا بحط الزبدة ومزهر. كمان بحركهم منيح. هلا بدنا نمدهم بقلب الصينية. نسيت حط الفانيلا، حطيتها هلا. بحركهم مع بعض منيح هن وسخنين. هيدا الشكل. جبنا صينية أصغر، هلا بحط بقلبها جوز الهند. هيدا الشكل. بحط الخلطة فوق جوز الهند. بسم الله، مدة بهيدا الشكل. أكيد بمدة نفس المستوى. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. بخفق الكريمة. انتهينا من الخفق. بس بردوا بحرارة الغرفة، هلا بحط عليهم الكريمة. بمد الكريمة نفس المستوى كمان. بستعمل ملعقة صغيرة أفضل. بترك القشطة لتبرد منيح عشان ما تدوب الكريمة. بس مديت الكريمة بهيدا الشكل، هلا برش فستق حلبي. حلو، كتير سهلة وسريعة، بتتحضر تقريبا بعشر دقايق. هلا بقطعها بهيدا الشكل. وبلفهم بهيدي الطريقة. بلفهم على رواق.
بعد بدي الف شوي. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلالق مثل الباشا التركية اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.